بيكم في بودكاست اسرار السفر الاقتصادي، البودكاست الوحيد اللي هيعلمك ازاي تسافر وتلف العالم بميزانيه صغيره جدا واقل الاسعار والتكاليف. في بودكاست اسرار السفر الاقتصادي كل حلقه هنتكلم عن سر من اسرار السفر الاقتصادي اللي انا اتعلمتها خلال 4 سنين. خليني كده اعرفكم بنفسي. هاي يا جماعه، انا شيماء وبقالي اكتر من 4 سنين بسافر، بس اخر سنتين بدات اعمل فول تايم ترافلنج. يعني ايه؟ بدات اسافر بشكل متواصل، يعني سافرت وما رجعتش بلدي لغايه دلوقتي، وده لان خلال ال4 سنين او اكتر كمان من 4 سنين السفر اتعلمت اساليب واستراتيجيات ساعدتني ان اسافر والف العالم بميزانيه. لما جيت كده حسبتها لقيت مصروفي في السفر اقل كتير مما كنت بصرفه في بلدي. خلينا نتفق كده في الاول ان احنا اصحاب، انا بدعوكم وانتوا كمان ادعموني، ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الحلقات الجايه. لكل حلقه هيكون فيها سر من اسرار السفر الاقتصادي. اليوم هنتكلم على سر من اسرار السفر الاقتصادي، وهنتكلم على 3 نقاط مهمه فيه. حلقه اليوم هنتكلم على احد التطبيقات. يعني انا في السفر يا جماعه بستخدم تطبيقات كثيره جدا ومواقع سريه، وكنت عملت لكم كتاب اسرار السفر الاقتصادي تقدروا تحملوه من على صفحتي من على الانستجرام، كاتبه فيه كل المواقع اللي انا استخدمتها خلال ال4 سنين ووفرت لي فلوس كتيره جدا، ووفرت لي اهم حاجه الاقامات المجانيه، لان معظم فلوس السفر بتروح في الاقامه بعد كده فلوس الطيران. هنقسم كل حلقه ونتكلم على كل، يعني كل ميزانيه بتروح فين في السفر، وهنفصصها بحيث ان احنا ناخد احسن اسعار في كل حاجه، سواء اقامه، سفر، فسح، اي رحلات انتوا حابين تعملوها في اي بلد حابين تزوروها نقدر نقسمها، فنقدر نطلع ونسافر بميزانيه صغيره ونستمتع كاننا يعني عايشين في لايف ستايل لكجريوس. التطبيقات اللي انا استخدمتها حرفيا يا جماعه وفر لي الافات. انا بقالي سنتين، اخر سنتين استخدمت التطبيق ده كتير جدا، واحد التطبيقات اللي انا استخدمتها واستخدمته كتير جدا. وميزه التطبيق ده ان هو وفر لي اقامات مجانيه، زي ما قلت لكم معظم فلوس او ميزانيه السفر بتروح في حجز الفنادق، فانا بسافر وبلف العالم من غير ما احجز فنادق، لان بقعد في اقامات زي اللي انتم شايفينها، زي اللي انا فيها دلوقتي دي فور فري. طيب بقعد ايه هو التطبيق ده؟ التطبيق ده فكرته ايه؟ اول حاجه التطبيق فكرته هو ان انا بقعد في مكان زي ده مقابل تبادل خدمي، انا بعمل خدمه وفي المقابل بقعد واعيش في البيت الجميل ده فور فري. في كونسبت كده مش موجود في البلاد العربيه، هو موجود في البلاد الاجنبيه وحاجه طبيعيه جدا ومن قديم الازل. انا لما ابتديت اسافر كنت بسافر جوه بلدي الاول عشان كنت خايفه اسافر وبنت ومعيش فلوس كتير، وكان نفسي اسافر والف العالم بس كنت خايفه، ميزانيتي كانت محدوده، ما كانش عندي الجراءه ان انا اسافر والف العالم لوحدي، فبدات ان انا اسافر جوه مصر. فاول ما بدات اسافر كنت بحتاج يعني بروح في البلاد او المدن اللي جوه بلدي اللي بيبقى فيها اجانب، كنت دايما انا شخصيه بحب الاجتماعي، احب اتكلم واتعرف على الثقافات الاخرى، فكان ليا كنت بقعد في الاول في يعني زي شقق بالايجار بتبقى فيها سراير بالايجار، فكان الشقه مثلا بتبقى كلها بنات، والشقه مثلا عباره عن 4 أو 5 سرير، فكانت الاوضه اللي انا فيها بيبقى فيها بنات قاعدين معايا نقعد نتكلم وندردش، فبدات اجمع منهم اساليب السفر الاقتصادي. فواحده منهم كانت ان انا ازاي هما بيسافروا بميزانيه صغيره او محدوده، او انتوا عارفين الاجانب يا جماعه اللي هما الشباب، يعني احنا نتكلم على فئه الشباب اللي هي زينا، بيعتمدوا على نفسهم، ما بياخدوش فلوس من باباهم ومامتهم، هم بيشتغلوا شهرين 3 أو 4 في بلد وبعد كده يروحوا بلد رخيصه يتفسحوا ويلفوا العالم وهكذا. وانتوا بتسافروا سبحان الله بيحصل لكم يعني فرص كتيره جدا، بتجي لكم فرص شغل، فرص ان انتوا تشتغلوا اونلاين، فرص ان انتوا بيبقى عندكم مواهب تصوير، عندكم ان انتوا تقدروا تشتغلوا شغل يعني تصوروا حاجه، تشتغلوا في السوشيال ميديا، تعملوا شغل على الانترنت. فالفكره ان في السفر بيتيح لكم فرص انتوا لو انتوا في مكانكم مش هتتخيلوا ان هي كانت حصلت لكم، بس لما بتطلعوا من بره دايره الراحه والقارب اللي احنا القالب اللي احنا عايشين فيه بيجي لكم فرص يعني بتقابلكم وانتوا بتسافروا. فمن ضمن الافكار اللي وصلت لي ان في تطبيق او في فكره اسمها التبادل المنزلي، او ان انا اعيش في اماكن مقابل تبادل خدمي او حتى عمل تطوعي او حتى مشاركه، او حتى ان انا اسافر مقابل عمل بسيط، سواء انا بقى قدراتي ايه، انا شاطره في ايه، بعرف اعمل ايه.
فهنتكلم النهارده على الاول فكره من افكار السفر اللي هو السفر مقابل تبادل خدمات، او هتكلم على الكونسبت الهاوس سيتنج. ان انا يعني ايه هاوس سيتنج؟ بقعد في البيت بخلي بالي من البيت، يعني انا مش ملزمه حاجه في البيت ان انا اخد بالي منه. إيه لو في جناين بيجي افتح له الباب، العامله بتاعه النظافه تيجي بتنظف، ابقى واخده بالي. فده كونسبت عند الاجانب ان هم لما بيجوا يسافروا، خاصه لو هم عندهم بيوت مش في بلدهم الاساسي. يعني انا هنا في بلد في منطقه بها كاليفورنيا سور، البيت اللي انا قاعده فيه ده بتاع ناس اجانب امريكان، فهم عايزين يروحوا بلدهم يسافروا بلدهم شهر شهرين، او ممكن ان هم ايه عندهم افراح او حاجات عائليه فبيروحوا ياخدوا شهر شهرين. هم عندهم كونسبت كده ان ما سيبش بيتي فاضي، لازم اجيب حد يقعد في البيت، خاصه لو هم عندهم شجر ومحتاجين حد يرويه مثلا جوه البيت. لان طبعا معظم الامريكان لاحظت ان هم لازم يكون عندهم عاملات نظافه، لازم يكون عندهم جناين، بس ما بيحبوش الناس دي يدخلوا جوه البيت، فبيأمنوا على حد تاني من خلال تطبيق، تمام، او كلمه الفم زي ما بنقول. حد ده انا جبت حد عندي السنه اللي فاتت قعد في البيت وخلي ماله من البيت، وانسان امين وشاطر ويعني بيحافظ على البيت، وهكذا فبيكلموني او بيسالوني. فانا من خلال التطبيق ده قدمت مثلا، بقول يا جماعه، بكتب في التطبيق طبعا كل بياناتي، وبياخدوا نسخه من الباسبور والاي دي بتاعي، بقول ان انا هبقى موجوده في المكان الفلاني من الفتره كذا للفتره كذا، فبحط على الابلكيشن البيانات دي. بعد كده بيجي لي فرص او اشعارات على الموبايل ان في المنطقه اللي انا ناوي اروحها في اصحاب بيوت عايزين يسافروا في الوقت ده، هم عايزين حد يجي ياخد باله من البيت يقعد في البيت. فهو كونسبت عندهم مش زي عندنا في العرب نقفل البيت بالضبه والمفتاح ونسافر، خاصه ان هم بيسافروا شهر شهرين، فبيبقوا محتاجين حد يبقى موجود في البيت ياخد باله من البيت، اي حاجه حصلت في البيت يبقى واخد باله منها. طبعا بيبقى في انترفيو او فيديو كول ما بيني وما بين صاحب البيت عشان طبعا يثق فيا، وانا كمان ابقى مرتاحه للمكان واعرف ايه هي الواجبات اللي انا المفروض اعملها. بصراحه في الهاوس سيتنج انا يعني ما عنديش يعني حاجات كتيره بعملها، يعني هو حاجات بسيطه جدا، مثلا اروي الشجر والزرع اللي جوه البيت، لو في حيوان اليف، يعني مثلا انا في البيت اللي انا فيه ده في كلبين باخد بالي منهم، وفي كلب في الشارع انا بحب كده، يعني انا بحب الكلاب، وانتوا عارفين ان انا دكتوره بيطريه، انا انسان بحب الكلاب، فباخد بالي منهم باكلهم، فما بياخدوش مني مجهود، يعني المجهود اللي المفروض اعمله في البيت نص ساعه بس، انا عايشه بستمتع بالبيت، فده بيديني الاستابيليتي اكتر، بحس بالاستقرار، خاصه ان انا فول تايم ترافلر، لان طول الوقت مسافره، بس بعمل حاجه اسمها سلو ترافلنج، بسافر سفر بطيء، فمن كتر التنقل مش هبقى مرتاحه. فالاحسن ليا بدل ما احجز وادفع فلوس في اوتيلات بقعد في بيوت مقابل التبادل ان انا اخد بالي من البيت. فهو كونسبت عند الاجانب، انتوا ممكن العرب او الشباب العربي مش متقبل الفكره، او مش حابب او خايف، او عنده مثلا افكار مش حلوه من افلام، دي كلها تخيلات. مع انا بقالي سنتين بستخدم التطبيق ده، وسايبه لكم لينك التطبيق في الديسكربشن بوكس، تقدروا تدخلوا عليه وتقروا فيه يعني تعرفوا اكتر. فالفكره كلها ان هي الاجانب بياخدوها وين سيتويشن، حاجه لي وحاجه ليا، انا بستفيد ان انا بقعد ببلاش وبستريح في البيت وبحس بالاستقرار، عندي المطبخ، عندي الجنينه، عندي السفره، عندي الدولاب، عندي كل حاجه. وهما بصراحه يعني بيبقوا قبل ما بيمشوا مجهزين البيت ان هما يستقبلني كويس، ان هما بيبقوا سايبين مساحه كبيره جدا ليا ان انا اقدر استخدمها، الحاجات اللي في الثلاجه بتبقى متفضيه، او في لو في حاجه في الثلاجه يقول لي انت يعني هيلب يور سيلف، لو هم قالوا لك هيلب يور سيلف يعني انت مسموح لك تستخدمي اي حاجه، فده بيوفر لك اكتر ان انت بتبقي او ان انت بتبقى عايش في بيت تقدر تطبخ لنفسك وجبه صحيه، تقدر تستخدم المكونات الموجوده في البيت. فاول حاجه زي ما قلنا هو التطبيق، انا بسجل عليه كل بياناتي وبقول ان انا هبقى موجوده في المكان ده من وقت كذا لوقت كذا. طيب انا فول تايم ترافل، معنى كده ان الموضوع ما يناسبكش لو انت مثلا عندك اسبوع اجازه اسبوعين، لا، انت ممكن تقول يا جماعه انا، او تكتب في الابلكيشن ان انا هبقى عندي اسبوع اجازه من الفتره كذا كذا، وانا حابب ازور البلد الفلانيه، تمام، بيوصلك اشعارات، تمام. بعد كده بيبقى مثلا يعني مش انت بس اللي بتقدم، في كذا حد بيقدم،
بعد كده بتعمل فيديو كول مع صاحب البيت او صاحبه البيت وتتكلموا وتدردشوا وتفهموا تفاصيل. انا يعني بدي استشارات فيديو كول عن استشارات السفر لان انا بقالي اكتر من سنتين بعمل الموضوع ده. ففي ناس ما بتبقاش عارفه تتكلم يعني في الكول تقول ايه تسال ايه. ففي اسئله كده المفروض ان انت بتسالها لصاحب البيت عشان تحس ان انت مرتاح تحس بالامان. وصدقني او صدقيني بيبقى الموضوع يعني سموث جدا بيبقى سهل جدا. بتلاقي صاحب البيت موفر لك حاجات كتير او موفر لك حاجات فاسيلتيز كتير ان انت تقدر تخرج وتتفسح وتعيش حياتك وبيبقى عندك وقت لان انت مش ملزم ان انت تقعد في المكان ده بعدد ساعات. انت بتعيش حياتك او بتعيش حياتك عادي جدا خالص. بس لو عندك حاجتين بتعملها تاكل الكلاب تروي الزرعه الصباره اللي موجوده بره وخلاص وشكرا. لو حد من عمال النظافه جاي بتفتح له البيت وهكذا. وكمان لو حد مثلا لو عمال النظافه جايين او عامله النظافه جاي انا بسال مثلا عندي مشوار ممكن اخرج واسيبها. ففي الغالب بيبقوا بيتعاملوا مع الناس دي بقالهم سنين فعادي ان انت تخرجي وتسيبي وتروحي تتفسحي وترجعي على يعني قبل ما عامله النظافه مثلا تمشي عشان انت تقفلي الباب بالمفتاح مثلا او ان انت تفتحيها. يعني هما ما بيسيبوش المفاتيح مع الناس دي بس بيستأمنوك انت بناء على ايه. طبعا هما بيثقوا من الحدث بتاعهم الفيديو كول بيسالوا كام سؤال عشان يتاكدوا ان انت انسان كويس او ان انت انسان امين وهكذا. تاني حاجه برضو الاجانب ما عندهمش كونسبت ان هما خايفين على حاجتهم قوي زي العرب او زي الناس في الميدل ايست. يعني عادي هما عندهم البيت عادي هياخد منه ايه يعني لا مش بيخافوا قوي زينا كده. فتاني حاجه ان انت بتستنى بقى الاشعارات لما تجي لك ان اصحاب البيت في المكان ده طالبين حد فبتبدا تعمل الفيديو كول. حاجه اسم ايه تطبيق تراستد هاوس سيتر وفي كذا ابلكيشن في كذا مواقع تانية انا استخدمتها خلال سفري لان ممكن انت تقدم في التطبيق ده ما يجيلكش فرصه عليه. ففي تطبيقات تانية ممكن تقدم عليها يجيلك فرصه فبتزود. عارفين كده لما بالناس على الموبايل بتاعنا تطبيق اوبر وكريم عشان لو كريم غالي شويه نستخدم اوبر وهكذا. ففي كذا تطبيق فتقدر تحمل كتيب اسرار السفر اللي انا حاطاه بلينك مثبت كده باللينك الانستجرام تقدروا تحملوه وانا عاملاه بسعر رمزي جدا عشان اسعفكم ان انتوا كمان تقدروا تسافروا وتلفوا العالم وتستكشفوا. فمعنى كده لو انا فول تايم ترافلر انت ما تقدرش تسافر بنفس الاسلوب بتاعي. لا انت تقدر تسافر لو عندك اسبوع اسبوعين بتكتب على التطبيق ان انا هبقى انت حابب تزور مثلا ايطاليا وعندك اسبوعين في ايطاليا حابب تزوره فبتحط على التطبيق ان انا عايزه في ايطاليا في المنطقه الفلانيه من الوقت كذا للوقت كذا فبيجي لك عروض من اصحاب البيت في الاريا اللي انت محددها. وانا دايما بحب اشجعكم يعني دايما اطلعوا بره دايره الرحم. الفاكيشن حلو ان انت تروح تقعد في اوتيل مره تستجم تستمتع بالاوبن بوفيه بس انا بحب شويه الحياه الاكشن. بحب ان انا اتعلم خبرات اتعلم يعني مهاره جديده تاسك جديد. لما بعيش في بيت زي ده بتقابلني حاجات ان انا بتعلم تاسك باخد بالي من البيت ان انا مثلا يعني احس ان معايا حيوانات بحبهم بلعب معاهم. ميزة ان انا ساكنة كمان على البحر كل شوية والبيت كمان بيبقى فيه فاسيليتيز ان انت تقدر تستخدمها سواء عربية او بيتش باجي او حتى السيرف بورد. يعني كل الادوات بتاعة الووتر اكتيفيتي موجودة في الستوريج روم تحت في اوضة المخزن تحت متاح ليا. طبعا ببقى سألة صاحب البيت ان انا اقدر استخدم الحاجات دي والاجانب بيحبوا جدا يا جماعة وبيرحبوا ان انت يعني تستخدم اي حاجه من حاجاتهم ما دام ان انت هتحافظ عليها وبتخليها في نفس الكونديشن اللي انت يعني اول ما ابتديت تستخدمها. طبعا لو في حاجه اتكسرت في حاجه وقعت منك هما بيحبوا الصراحه اللي انت تقول ان انا يا جماعه معلش انا كسرت الكوبايه الفلانيه المعلقه الفلانيه او ضاعت مني او اي حاجه. هما بيحبوا الصراحه. فانا متاكده لو جربتها مره او جربت السفر مقابل تبادل خدمات هتحب جدا الفكره لان الفكره فيها اكشن فيها ان انت بتتعلم مهاره وحرفه جديده وبتتقابل مع ناس. وهنزل لكم الايام الجايه علاقتي مع الهاوس اونر. احنا بقينا اصحاب يعني احنا بنخرج. يعني انا مثلا البيت اللي انا فيه ده استضفت وطبعا ببقى سأله صاحب البيت سالته ان انا ممكن استضيف اصحاب او اصدقاء ليا اتعرفت عليهم في السفر فبيقول لي اوكي. فاستضفت اصلا هاوس اونر انا كنت عامله له هاوس سيتنج قبل كده هنا وحطيت لكم كده لقطه من الفيديو. جم استضفتهم عندي في البيت
وفي البيت اللي انا قاعده فيه حاليا. فطبعا يعني لما بتعمل صداقات في السفر خاصه اللي هم بقى ايه مختلف الاعمار بكتسب ثقافات وبكتسب خبرات منهم. لو هم كبار في السن بقعد اسمعهم وقعد اتكلم معاهم فبكتسب خبرات منهم. ولو هم صغيرين برضو بيشجعوني وبيديني افكار. يعني انا الفكره دي كلها جات لي برضو من شباب بداوا يسافروا قبل مني من سن 18 سنه عشان احنا عارفين في الغرب الشباب بيسافر بدري. فبكتسب الافكار من كده وبعد كده انا ببدع فيها. طبعا بتاخد ريفيو، الريفيو بتاعك اللي هم من اصحاب البيت حلو جدا ان انت كانه سي في. انت لو حاطط في بالك ان انت تسافر اماكن كتير فطبعا لازم تكون علاقتك حلوه جدا مع الهاوس اونر. دايما بيبقى في تواصل على الواتساب بتبعت له إيه النهارده حصل كذا، النهارده الـ 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 يعني الجنايني جه ونظف وعمل كذا، بتدي له زي ريبورت كده. هو ما بيبقاش طالب منك كده بس ده يعني ده حاجه حلوه منك ان انت تعملها. لو هو سايب حيوانه الاليف في البيت كل شويه تبعت له صوره، كل يوم تبعت له صوره كده تصبح عليه مثلا. إيه لما بدات اعمل كده على الواتساب حبوني جدا وبدا يدوني ريفيوهات حلوه جدا جدا كده تقييم على الابلكيشن. وعشان كده بعد كده لما باجي بقدم على اقامه ثانيه في مكان ثاني بيبصوا بقى على الريفيوهات دي. ده يعني بيدوني ستار زي التقييم كده بتاع كريم واوبر. فحلو جدا ان انت علاقتك مع صاحب البيت تكون دايما بشكل متواصل وبشكل ودي. صدقيني او صدقني هتاخد منهم بنفيتس كتيره حلوه جدا هيفيدوك. يعني انا مثلا هنا على اقامه مؤقته ساعات بحتاج فاتوره كهرباء وفاتوره ميه عشان يعني اجدد الاقامه بتاعتي لان انا ماليش بيت هنا. فبيساعدوني ان هم بيدوني الاوراق دي. حصل حاجة مثلا درسي اتكسر محتاجة دكتور اسنان يوصوني يعني يعملوا لي ريكومنديشن على دكتور معين بسعر كويس وهكذا. فحلو جدا في السفر ان احنا نوسع دائرة المعارف بتاعتنا. مش بس ان انت تسافر وتقعد وتستمتع وكده، لا حلو ان انت تسافر تتعلم خبرة وتعمل صداقات وعلى ميزانية بسيطة جدا صديقة للمحفظة بتاعتك. فاستنوا الحلقات الجاية هنتكلم اكتر والتفاصيل اكتر عن اسرار السفر الاقتصادي التانية اللي هتشوفها لكم. ولو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات تحت. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام لاني دايما بنزل لكم ريلز، والريلز بيبقى كل ريل فيه فكرة او فيه سر من اسرار السفر الاقتصادي. استنوا الحلقات الجاية من اسرار السفر الاقتصادي ويلا اشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.